السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الابرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا لي زابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زاد، قناه اللي غادي نتكلموا حنايا. نباركوا على اللي طلعوا بصح جدينا، نباركوا على المقرا، ونباركوا الانصار تاع لايسو ماشي المدور، الانصار تاع لايسو بصح جدينا. لا دروك كاينه نقطه واحده مدور، قلت نهار اللي قالوا لك باللي تاع مقرا ومنا وقلعت لهم ربع قط وقلعت منا، بينوري بينقول لك بينقول لك حاجه برك، انا بينقول لك حاجه برك، طبقت عليهم القانون. من الناس هضروا معاك شنو قلت لهم؟ قلت لهم كاين واحد القوانين نتوما ما تعرفوهمش، قوانين راهم صراو عندك اليوم، راهم صراو عندك نورمالمون. التلمسانيين ما يسكتوش، الا بغاو الا بغاو التلمسانيين ما يسكتوش، حقهم راه باين. هل المدور يطبق القانون على روحه؟ هل المدور يطبق القانون على روحه؟ انا هذه بنقولها، المدور يطبق القانون على روحه؟ واسمحوا لنا تعاد ان شاء الله بربي الحصص اللي جايين مورا هذه الحصص ان شاء الله بربي غادي ندير لكم كيفاش زدتي تعامل مع الشركه اللي في المروك اللي نكشف كلش بالارقام. اليوم نزيدو نكشفو كلش. وماذا بكم يا شعب الجزائري، ما تشروش لي توني، ما تشروش تريكوات تاع ليكيب ناسيونال. زاتشي رايح تربحوه 400 مليار، انا راني نقول لكم فيها، راني نقول لكم فيها. خاطر علاه؟ لو كان جاو هذو الصحافه رجاله وجاو هذو الصحافه يهضروا الحق، شو ربي اش قال لك المراسل؟ وصل الرساله، وصل الرسالة بأمان وربي يحميك. بصح حنا عندنا صحابة حاشا ينحسبوا الأصابع، حاشا حاشا الصحابة، حاشا الصحابة ينحسبوا الأصابع. يسمحوا لنا أصدقاء تاعنا، يسمحوا لنا والله العظيم لا كاع مرتزقة وسبب متاعب الشعب الجزائري هي القنوات والصحابة. وعد امثال كمال مهوي وامثال زين عامر اللي كانوا داسين، كانوا يجوا يكذبوا في قناه النهار وداسين الحقائق ويدافعوا على العصابه. اليوم العصابه راحت، اليوم العصابه راحت، اليوم العصابه راحت يا زتشي، يا قناه الهداف، يا قناه النهار، الاصدقاء المخلصين لكم لقد ذهبوا. على اليوم كنتو تاكلين تقعدوا وتزيروا، كنتو تعايروا الناس وتنفضوا عليكم، تنفضوا في روحكم علينا. حقرت حتى قنوات صحفيين محللين اللي كانوا قاضبي، حتى هذا زتشي داروا لك سناره وجابوك. كنت في لاسويس بصح الرجاله عرفت كيفاش يدير لك سناره باش تجيبك. رجاله رجاله انا نهضر معاك، انا كي نهضر معاك تصنت شاني نقول لك. الرجاله داروا لك سناره باش جابوك، تبغي الكرسي سخفوك بالكرسي، خلاوك تخدم، خلاوك خسرت 9 ملاير و200 مليون دراهم خسرتهم، خلاوك هدر على روحك اربح كرسي. بصح داروا لك سناره جابوك من لاسويس تك حطوك، تبغي الكرسي داروا لك سناره وفيها كرسي، جيت تتبع في ذاك الكرسي تا سيدي موسى تعرف روحك. خاطش انت هو الحبه تاع الفرماج اللي راهي حطتها، حطوها الرجاله هذه الخطره، هذه الخطره صح حطوا حبه فرماج وجميع الطوباي لاصقا فيك. رؤساء نوادي، رؤساء رابطات، صحفيين، عملاء تاعك كاع راهم لاصقين في ديك الحبه تاع الفرماج. كاع كاين الطوبا الكبيره والطوبا الصغيره، كاع غادي تروحوا ان شاء الله بربي. تعقلوا كنت نقول لكم تجيب تغدى عائشه من القبر وتجيب الخبر، عائشه راهي جابت الخبر، تعقلوا عليها. كنت نقولها لكم الحمد لله. واش كنت نقول لكم؟ دي مرحله انتقاليه، كنت نقول لكم 2018 رانا نطالبوا في مرحله انتقاليه، جايه مرحله انتقاليه. كنت نقول لكم تشوفوا صوالح كبار 2019 رانا نشوفوا فيها. انا مانيش حاكم ناس ملاح وزتشي قلبو بيض، راو راوه كون رجاله الحاج، كون رجاله
حاج عنده رجاله واقفين معاه، حاج اللي رجاله اللي واقفين معاه ما يدوروش عمرهم لا يغلطوا، يقول لك زادتي مليح. رجاله اللي مع الحاج عمرهم لا يغلطوا. كاين رجاله كاين دايرين لكم في القنوات ودايرين لكم في اليوتيوب ودايرين لكم في الفيسبوك، كاين رجاله واقفه واقفه مع الحاج وما تدورش وما تخافش من الموت وما تخافوش من الحبس. بالنسبه ليكم بالنسبه لينا حنايا نتوما معاكم ويسمحوا لي الناس اللي قالوا لي هادي الشوبير قلع الفيديو تاع اللي عايرت فيه زاتشي وكلش، ما على باليش انا ما عندي هادو الا هما قعدوا انا ندخل للحبس خالي، خاطش ما نشوف ما ننظر، ندخل للحبس نريح، كي ندخل للحبس نريح، خير من هادو اللي نشوفهم انا قدامي، خير ما نشوف زاتشي، ينبغي ندخل نهار اللي عايرت وكلش وعايرت لي بريزون، ينبغي ندخل ما نشوفوش، نهار اللي نخرج ما نصيبهمش. نصيب الجزائر مكاليفيه في الكوب دي موند، يقولوا لي الجزائر كاليفات، اي نريح من راسي. انا نقول لكم الحاج عنده رجاله واقفين معاه، شعبه شعب نورمال يبغوه واقفين معاه. حطمكم الحاج يا ولاد الحرام، نتوما هما ولاد الحرام، نتوما مدعمين فرنسا، نتوما اللي تخدموا لفرنسا يا ولد الكلاب. زاتشي والله ماني طايقك، زاتشي واتباع تاوعك والله ماني طايقك انايا، انا ماشي غير اليوم راني نقول لك والله موراك، راني من 2017 موراك. مي كان الهامل، مي كان الهامل وكنتو تاكلين الهامل يجي رايس، وانا موراك، انا موراك وانت قدامي، انا موراك وانت قدامي. مي كنتو تاكلين على الهامل وماجر بغا يدخلني، بغا يدخلني هو والهامل يدخلوني للحبس ماجر. بصح القدره الالهيه والرجاله اللي وقفوا معايا ما همش كرتون يتقطع، حديد وسوليد، ما يميل ما يوالو، ما يتلغوط ما والو، حديد تاع صح. قالها لكم الحاج محمد راهو راوا قاسها، قاسها لزاتشي وقاسها لي بريزيدون، قال لهم العان قاشا، قال لكم اللي عنده لا يزيده واللي ما عندوش الله يزيده. زاتشي باغي يزيد واللي جايين تبعو باغيين يزيدو. جا اليوم هذا النهار تاع الحسم، هذا يوم الحسم، هذا النهار اللي غادي يبقى شاهد على الجزائر. هذا النهار وبعد هاي جاية، هاي جاية تجر زاتشي، هاي تجر غير بشوية، كل أصدقاء راهم جايين، هذه سلسلة ولا تنجر قاع تروحوا فيها ان شاء الله بربي، الا المخلص خاطش عليه. نتوما فرنسا كانت تحكم، نهار اللي جبتوا ذاك بلاكار هذه نكرهكم فيها انايا، جبتوا بلاكار خلاكم بيان، قلتوا باللي قلتوا باللي الجزائري ما يجيدوش يجوا يلعبوا، ما تحشوناش اندي هذاك اللي غادي يجي، اندي هو دوموندا باش يجي، اندي هو دوموندا دايركم حجره في الصباط، اندي ما تجيش ما يجيش يجي يجيب الماضي يقول لك انا جبته، ولا زاتشي يقول لك انا جبته، اندي هو اللي طلب الجزائر باش يجي تاع موبيلي هذاك، هو اللي طلب، ما كان حتى واحد قال له ارواح، هو قال لكم نجي، دار لكم حجره في الصباط، دار لكم حجره في الصباط، ومن بعد غادي تعرفوا، انا ما نقول لكم شكون، بصح من بعد هذا اندي غادي يعرف، غادي يهدر يهدر ويقول لكم من مين تا الملف تاعو هنايا، حتى طرطق حتى قال لهم بنجي، قال لكم حجره في الصباط، ونشكر اللي قال له باللي قول باللي نجي. سيد الحاج ربي يحفظك الحاج، تعرف وين تا تضرب بها الحاج، امام الشعب خليهم عن امام الامر الواقع كما يقول لك. قال له ما بغاوش يعيطوا لك، قول انا نجي، دير ديكلاراسيون، دير ديكلاراسيون هاكا، قعدكم على قعدكم على بريكه، كثر خير الحاج. ومن بعد تعرفوا، وانا ما انا مانيش نقول، بصح من بعد تعرفوا شكون، من بعد تعرفوا كاع اش كاين، خاطش الملف تاعو هذا كان هنايا 2017، قبل 2017 قبل كوب دافريك، كوب دافريك كان اما لا كان الملف تاعو هنا كان جاي، وهذا زاتشي كان داس كاع الملفات قايسهم من تحت. بصح كاع يجي نهاركم ان شاء الله بربي. وهذه نقول المدور، مدور اعطينا القوانين، بارتيا ما كملش الشعب دخل، اعطينا القوانين المدور.
وغادي تروح شوف جميع الطوبة اللي كلات من الفرماج اللي كنت نهدر عليها، قلت لكم هذه طوبة، هذه حبة فرماج وراي حطتها، حطيناها رجال شرفاء والطوبة تم ياكلوا جميع الطوبة. شو كي رايت شوش نزل، شو لازم تعقلوا على كلامنا، مش غير تسمعوا صايك، عقلوا على كلامنا. شو كنا نقول لكم؟ كنا نقول لكم حبة فرماج والطوبة يتاكل، كنت نقول لكم تغدى عيشة من القبر وتجيب الخبر. عيشة راهي جابت الخبر، كل شيء في البليدة. تحية الجزائر.